بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم اليوم عن عيد، ولكن أمي مش موجودة فيه. عن عيد بيختلف فيه الفقهاء والعلماء من ناحية الشرعية، ولكن فيه عيد للمسلمين أو فيه عيد للمصريين، فيه عيد للمصريين. العيد الذي للمصريين من قديم الزمان أو الفراعنة اللي هو عيد شم النسيم. وعيد شم النسيم موجود في القرآن الكريم في سورة طه، قال تعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وفي سورة القصص قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. طبعا قارون خرج في زينته، وقالوا أن هذا كان يوم عيد للفراعنة، وفرعون كان يوم الزينة كان يوم عيد شم النسيم اللي بيحتفل به المصريون القدامى. هذه تسمى عادات، والعادات ليست عبادات. فنحن لا نعبد شم النسيم، ولا نعبد الفسير، ولا نقدس هذا اليوم، ولا هو عيد من أعياد المسلمين، ولكن هو عرف وعادات فيها مزيج من البهجة ومن الفرح. طيب، في عيد الأم الناس بتختلف، يقول لك هل يجوز شرعا؟ طيب، أي شيء يدخله الإنسان بالسرور على قلب مؤمن هذا أفضل شيء مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس مانع أن تدخل السرور على أمك. فالتنطع في الدين هذا من شيمة عدم الفهم. يعني لما تقول لي التماثيل الفرعونية اللي موجودة دلوقتي عايزين نحطمها لأنها عبادة أوثان، تعال نقول لك حاجة: في فتح مصر هل سمعت أن عمرو بن العاص أو جيش المسلمين كسر تمثالا أو حطم أبو الهول؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنها لا تعبد. إذا هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يعلم أنها لا تعبد وأنت لا تعبدها. فمصر توحدت على دين واحد من عهد يوسف عليه السلام وهو في السجن. قال تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى إذن هنا يوسف عليه السلام جمع جميع الآلهة كلها وسماهم في إله واحد اسمه آمون، وآمون في اللغة الفرعونية أو الهيروغليفية معناها الإله الواحد الأحد الذي يتعبد. يعني إذن الإله الواحد كان فكرة من عهد يوسف عليه السلام، وكان هذا هو المغزى وسبب البعث إليه لأرض مصر خصيصا. فأنت ما تلاقيش نبي الله إبراهيم حينما أتى إلى مصر لم يحطم الأصنام، وموسى عليه السلام لم يحطم الأصنام، هارون عليه السلام لم يحطم الأصنام، وكل الأنبياء الذين أتوا إلى مصر والفتوحات الإسلامية لم يقم أحد فيها بتحطيم التماثيل اللي بتقولوا على أصنام. يبقى إذا التنطع في الدين هذا جهل بالدين. فحينما يأتي عيد الأم وهي مناسبة الأم بتفرح به. يعني أنا أمي رحمها الله
ملهاش علاقة بالكلام اللي احنا بنقوله ده، ملهاش علاقة. أقول لك ده عيد الأم صناعة غربية أو غير غربية، هي قد تفرح لأن واحد هيجيب لها طرحة، هيجيب لها شال، هيجيب لها أي حاجة تلبسها، هيجيب لها جلباب وخلاص تعبير عن الفرح. فأنت يا سيدي يا اللي أنت رافض الكلام ده، تعال نبدل عيد الأم بحاجة تانية. طب امك ماتت، انا بتكلم على الام ماتت وكان بيجي، فين هدية امك السنة دي؟ هتهديها ايه؟ كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انا لما اقوم اطلع حاجة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لامي، يبقى انا بعثت لها احسن هدية لام من المتوفى، يبقى افضل شيء. ما اقولكش امك بقى تكون على قيد الحياه وتروح تقول لها خدي دي ليك، يعني تقول لها كانك متي وواحده كبيره تخاف من الكلام ده، لا. فانا اقول لك يا حبيبي هذا لمن توفى، ولكن الانسان العاقل الذي بصحته ولا يهاب الموت ولا يخاف ويخشى ان لا يفعل احد له بعد مماته من ورثته، فيمكن أن يتصدق على نفسه من الآن. إن شئت أن تحظى بجنة ربنا وتفز بالفضل الكبير الخالدي، فانهض بفعل الخير واترك بابه، تجد الإعانة من إله ماجد، واهد هذا الكتاب لوالديك فإنه جمع الفضائل جمع فز الناقد، ومن مات من إخوتك وزوجك وبنيك وكذا الجدة والجدي، وصل على المختار واهجها لهم يحظون بشفاعة النبي محمد، فالصلاة عليه نور في قبورهم وعلى الصراط نجاة لكل موحد، فأدم قراءته بقلب خالص وادعو لمؤلفه سمير وكل مساعد. ما تنسوش تدعوني. ديت القصيدة اللي فين؟ في بداية الكتاب. أولا هنشوف الناس اللي كانوا عملوا حاجة لأمهم في عيد الأم وقال والله ده فكرة طيبة لأمهم اللي ماتت، وهنعمل محاكاة مثل ما عملنا محاكاة. هذه البنت هذه المتزوجة الآن بتقول هذا الكتاب هديتي لك يا أمي في عيد الأم، ووزعت منه 2000 نسخة، والحمد لله رأيتك في الجنة في منامي بفضل ما في هذا الكتاب. أمها قالت لها إيه؟ على اليسار إيه؟ هديتك وصلتني يا ابنتي وأنار الله قبري وغفر ذنبي. سبحان الله، يعني الأموات إيه؟ عارفين، والصدقة بتروح لهم عارفين. طيب شوفوا ده الأخ وأخته اللي هم ربنا يكرمهم وأمهم سابت لهم مراس، دول كانوا جيراننا، عملوا ايه؟ قالوا مرحبا، هي بقى عملوا لها الكتاب هدية والله. مرحبا اولادي، هديتكم وصلتني يوم عيد الام، كتبكم الله من اهل الجنة، جئتم جميعا تزوروني ورفع الله درجتي وانار قبري بفضل ما في هذا الكتاب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تعبير عن الام في اليسار، والأولاد فرحانين وهم رايحين لأمهم الأخ وأخته، والولد كان على القبر فرحان بالرؤية جدا، لأن الرؤية جت لمين؟ جت للولد، ما جاتش للبيت. سبحان الله. هنشوف حاجة تالتة في عيد الأم بقى، حاجة هدية جميلة وبيعبر عن أمه. عيدك في الجنة أجمل يا أمي، وزعت اليوم كتاب تنوير القبور هدية لكي يغفر الله ذنبك
وينير قبرك. اللهم آمين. كل اللي عملوا أمهاتهم الله ينير قبوره. هذا يا أخواتي محاكاة للناس الذين تصدقوا على أمهم في عيد الأم وأرادوا أن يسدوا الفراغ. أمهم كانت فراغ وركن كبير فرحلت إلى العالم الآخر، فأرادوا أن تكون روحهم روح أمهم خالدة بينهم. أمي، جاء عيد الأم ولم أجدك، فوزعت كتاب تنوير القبور صدق لينور الله قبرك ويغفر ذنبك، وهذه هديتي لك ولم أنساك أبدا. البنت الفقطوطة الحلوة ديت الوقت ربما عندها 19 سنة. أمي دي الصورة معبرة لها صغيرة، رفضت صورتها الأصلية. هذه هديتي لك في عيد الأم، كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عسى أن يغفر الله ذنبك وينير قبرك. إن كنت تحب أمك فاهدي لها هذا الكتاب. هنشوف مين اللي تحبهم، بس يكون قادر. ما ينفعش تستدين وتقول لي انا هطبع 1000 نسخه، ما ينفعش. الله، هدياتنا لك يا امي في عيد الام، برضه اخت واختين، دول كانوا اختين. هدياتكم وصلتني يا ابنائي، وانجان الله من النار بفضل الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هي قالوا شوف امهم بتعذب فعلا في النار، واحنا عاملين تعبير رمز تعبيري اهوت على النار فاير يعني، وهي امهم فعلا الكتاب وصل لها هديه وقالت ايه ان ربنا غفر لي ذنبي وعتقني من النار. وده تذكرنا بالبنت اللي كانت امها بتشوفها في النيران كل ليله، وراحت للحسن البصري قالت له بنتي بتتقلب في النار، لا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأي سوره ايه الهاكم التكاثر. فهي جت للحسن البصري رحمه الله في المنام وجايره في الجنة، قال لها أنت مين؟ قالت له أنا بنت الامرأة اللي جت قالت لك بنتي في النار. قال لها ولكن هي وصفتك بحال غير الحال اللي أنت بتقول عليه ده، أنت جاي في الجنة. قالت ما هو مر رجل صالح علي وعلى قبري وأهدى الصلاة على النبي فغفر الله لكل من في المقبرة، وأنا كنت معهم غفر الله لفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تركت البيت يا أمي وجدت إليك يوم عيد الأم بهذا الكتاب صدقة جارية. هي قالت صدقتها وصلتني يا ولدي، وعرفتها كل الأرواح في الجنان، وأشكرك فأنت الوحيد في إخوتك الذي تذكرتني. صعب جدا لما تلاقي حد يفتكر أمه ويعرف فضلها. اما انت تيجي تعمل فيلم تسجيلي ليوم وفاه امك وبعد وفاتها بسنه، انا هجيب حال اي واحد كده في دول العالم. تخيل انت قاعد تولول وفي ناس بتحط التراب على دماغها، في ناس بتشق هدومها، في ناس بترطم خدودها، وناس بتصرخ، وفي ناس بيقول لك ادخل القبر مع امي، واحده تقول سيبوني ادخل القبر معاها، وقاعدين يشالوا ويتهبلوا، والبكاء والعول والصريخ والصوت اللي كل ده بيأذي الميت. ما لم يوصي ان مفيش حد ينوح حواليه. تعالى للناس بعد ما يتقاسموا الميراث يتعاركوا على الميراث ونسوا امهم ونسوا ابيهم، فين امك اللي انت كنت بتعالى تصدق عليه؟ الكلام اللي انا عامله دي جابته احاديث نبويه محققه لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عن غفران الذنب وإنارة القبر بالصلاة على النبي. طب ما تاخد جزء من الميراث، أو خد حتى من زكاة مالك لو ما كانش لك ميراث وربنا كرمك، واعمل هدية لأمك. أنت مش هتقعد تقول آه أمي كانت موجودة مع السنة اللي فاتت، كنت بجيب لها جلابية، كنت بجيب لها حذاء، كنت بجيب لها برفان، كنت بجيب لها شال، كنت بجيب لها طرح، كنت بجيب لها فستان، أجيب لها شنطة. ولكن هي فين؟ قاعد حزين انت. كل ده تبخر. فهذه دعوه للناس
اللي بيحب امته، وحتى يصادف ان صدقتك هتتوزع في شهر رمضان، لان لما اقوم نطبع الوقت هناخد الحاجه في نصف رمضان، ما طبع على ضغط شديد جدا الان. نلتقي بكم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.